الحدث يتمثل في العمل على خلق علاقة مهنية ما بيننا وبين محامي موريتانيا. هذا ربما هو اللقاء الأول من هذا النوع، استضافته هيئة أكادير كما استضفناه نحن أيضا. هذا اللقاء الهدف منه التعارف أولا، ثم تبادل التجارب المهنية ثانيا. إذن هذا العمل يدخل في الإطار المهني الصرف، كيدخلش في اعتبارات أخرى، كيدخل في إطار المهني الصرف. كنتعرفوا على القوانين المنظمة للمهن ديالنا لحنا في المغرب ولا في موريتانيا، كنتكلموا على التنظيم القضائي، كيف العمل، شروط العمل، آفاق العمل، تطورات ديال العمل المهني، العمل ديال المحاماة. هذا هو الإطار اللي كيدخل. هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى إن شاء الله في موريتانيا. سننتقل بمجموعة من المحامين إلى موريتانيا إن شاء الله، وكما أسلفت القول هذا كله يدخل في إطار تبادل ديال التجارب والبحث عن خلق آفاق مهنية مستقبلية لكلا المحامين، سواء الأمر يتعلق بالمغرب أو بموريتانيا، على أساس إن شاء الله توسيع ديال هذه التجربة هذه في بلدان الساحل في الآفاق إن شاء الله. والزيارة تدخل في إطار التعارف وفي إطار الهم المهني وتبادل التجارب والاطلاع على القوانين ذات الصلة بالممارسة المهنية، سواء على مستوى القانون المغربي والأنظمة الداخلية أو على مستوى القانون المنظم للمهنة بموريتانيا. وأيضا والحديث ذو شجون يجرنا إلى الحديث عن مستوى الأحكام القضائية سواء في المغرب أو في موريتانيا، ونوعيتها ومستواها ومستوى الجودة ديالها. فبالنسبة لنا كهيئة ديال المحامين تنفتحوا واحد دبلوماسية موازية في إطار ربط الاتصالات مع المهن الحرة والمهن المشابهة. فهيئة المحامين في مراكش تستقبل اليوم الزملاء من الهيئة الوطنية الموريتانية. أول حاجة هناك واحد البرنامج اللي هو مصدر الزيارة ديال المآثر التاريخية وزيارة المحاكم والاطلاع على قانون المهنة المغربي والاجتهادات في جميع الميادين والتنظيم القضائي. فكل هذه المسائل نطلعهم ويطلعنا عليها. بطبيعة الحال أنا كنت من المؤسسين لهذا التعاون، وأنا على رأس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وقمت بزيارة للشقيقة موريتانيا والتي استغرقت فيما أتذكر 6 أيام. كنت فعلا تلقيت حفاوة الاستقبال، والتقيت بالسيد وزير العدل آنذاك والسادة النقباء والمحامين، وكانت لنا رغبة في إتمام هذه الزيارة في إطار طبعا هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وقلميم، وكذلك بمشاركة جمعية هيئة المحامين بالمغرب في عهدها السابق أو في المكتب السابق. ولكن ظروف الجائحة حالت دون تحقيق هذه الزيارة وهذه الندوة أو هذه الدورة التكوينية لأشقائنا الموريتانيين. أعتقد أن هذه الدورة التكوينية هي الثانية من نوعها التي تقوم بها هيئة المحامين بأكادير وقلميم والعيون، وفعلا اليوم شهدت حضور 30 زميل وزميلة واحدة من الجمهورية الموريتانية. طبعا أنتم تعلمون الآن ما تمثله موريتانيا بالنسبة للمغرب، باعتبار أنها صلة وصل بين المملكة المغربية وكذلك الدول الإفريقية، معبر القرقرات وما شاهده من تطورات. ونحن بطبيعة الحال كدبلوماسية موازية، يعني كنت لا أحب استعمال هذه الموازية، لكن دبلوماسية حقيقية هي دبلوماسية المجتمع المدني الذي يمثل المحامون بطبيعة الحال صفوة فيما يتعلق هذا التعاون. أنتم تعلمون بأنه علاقاتنا مع المحامين بدول المغرب العربي بما فيها الجزائر كانت دائما
متميزة برغم كل شيء. ومع الأسف الشديد الآن لم تنقطع هذا التعاون وهذه العلاقات وهذا التواصل إلا بقطعه يعني المواصلات إن صح التعبير أو بين المغرب والجزائر. ولكن هذا لا ينفي بأنه العلاقات الإنسانية والعلاقات المهنية مستمرة. ونحن بطبيعة الحال بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لنقولها بكل صراحة بأن مهنة المحاماة أعتقد أنه الهيئات الموريتانية تأسست في السبعينات من القرن الماضي أو وسط السبعينات أعتقد 1976 وهي ما زالت حديثة وتحتاج إلى التجربة المغربية الغنية سواء على مستوى الهيئات وعلى مستوى جمعية المحامين بالمغرب. وأعتقد بأنه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وقلميم هي نموذج يحتذى به ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الصعيد الإقليمي والمغاربي. لذلك فأنا أملي صراحة وقد عبرت عن ذلك صراحة أن تكون هناك اتفاقية قضائية بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية على منوال الاتفاقية التي تربطنا بالشقيق الجزائر وكذلك تونس ودول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا.